قاعد جنب الجامع قصاد العربية على طول، في بيت فيه أنابيب، في زيادة عن حوالي في حوالي زيادة عن 50 أنبوبة ولا حاجة. فطبعا العربية مش عايزة تطفاها، كل ما نديها في الطفايات بتاعت الحريق بتزيد الولعة جامد. فجريت لتحت المطافي قريبة من البيت عندي، فصحيتهم من النوم، اديتهم كان عايزين بضاعة، اديتهم الرخصة بتاعتي، فاتحركوا بالعربية. فطبعا عشان يدخل عند الحريقة نفسها كان الشارع ضيق، فكان لازم يدخل بظهره. فأنا واقف ما خدتش بالي، فرجعت بالعربية. أنا واقف على عمود خرسانة، بيت معمول لسه طوب أحمر، فهو بيرجع بظهره، فكان هيجيب جسمه كله، فجريت فلحق دراعي، فعمل لي كسر في الكوع. تمام، عملت فيه عملية، ركبت فيه واير نحاس. وبعد كده حصل فيه مشكلة تانية، إن في عندي الأعصاب بتاعت إيديا، العصب بتاع الإيد ورم جامد والتهب، إيديا ورم جامد، فكان لازم يعمل عملية توسيع للعضل والكلام ده كله. فرحت على المستشفى، اتنقلت للدكتور الرجالي، فنقل من المستشفى اللي أنا كنت فيه لمستشفى تانية. عملوا لي العملية، لازم يدخل العمليات دلوقتي. دخلت العمليات، عملوا لي التوسيع، بس الجرح بقى مفتوح مش مقفول، علشان خاطر العصب يهدى والشرايين تهدى وكل حاجة تهدى، الدراع والعظم نفسه كل حاجة ترجع زي من الأول، لازم تبقى متهوية، ما ينفعش تبقى مكتومة. أيوة. الحمد لله كل يوم الدكتور في عمل العملية بينزل لي يشوف الجرح وبيغير عليه كل يوم. فالحمد لله بيطمني، وإن الحمد لله الدنيا كويسة، الدنيا تمام، أحسن بكتير من الأول، والحمد لله الآخرة بيهدني. قال ان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي دكتور التجميل هيجي علشان خاطر يعمل لك، هيقفل لك الجرح خالص، وان شاء الله هتبقى كويسه ومش حاجه، والدنيا سهله والموضوع بسيط جدا، مش موضوع كبير ولا حاجه، دي مثال بس. احنا فتحنا تحول عضله وهنقفلها تاني، ما فيش اي مشكله. ربنا يعوضك بالسلامه يعني عبد الرحمن. طبعا الف سلامه عليك، واعتقد هتغيب فتره طبعا عن التدريبات يعني. الدكتور قال لي هخش مثلا شهرين او ثلاثه. معلش مفيش مشكله، قدر الله ما شاء فعل، والف سلامه عليك. ويعني كلمت حد من النادي، المسؤولين في النادي، الدكاتره يعني، حد عرف القصه؟ طبعا جزء كله عرف، وبشكرهم على انهم وقفوا جنبي بصراحه، وبشكر الدكتور رزق اللي جنبي من اول يوم. هو اللي نقل لي المستشفى، هو اللي وجهني اروح فين واجي منين، وهو فضل واقف جنبي. بشكر الكابتن ميدو، وبشكر الكابتن عبد الرحيم محمد، والجهاز الفني كله بجد، بشكر اللعيبه اللي طمنت عليا كلهم. يلا ربنا يقويك بالسلامه، والف سلامه عبد الرحمن، والله زعلتني يعني، بس الف سلامه، وتقوم بالسلامه يا رب ان شاء الله. بشكرك عبد الرحمن صلاح، لاعب نادي الزمالك الشاب، ويعني اصابه صعبه شويه، لكن ان شاء الله ربنا يقومه بالسلامه. اروح الناحيه الثانيه لبلال نظير، وكيل اللاعبين، وكيل صالح موسى، لاعب نادي